الكلام اللي قلت لك يا البرحة؟ بالعكس خالي، كلامك كله عقب. زين وش رجع وتسوي؟ وش قرر؟ مثل ما قلت أبيع هذه السيارة واشتري لي واحدة متوسطة على الأقل أتخلص من قصد الوكالة. هذا أولا، وأنا مثل ما قلت لك من البداية أنا ما ممكن أعيش على عليك. أنا بتعلم السواقة وأستأجر لي تاكسي وبساعدك. عشان ما كنت شوف علي اليوم أتعلم منك شيء جديد يا خالي. ايه يا ولد، الحياة هي اللي تعلم الإنسان كل شيء، والغبي فيها اللي ما يقدر يخرج من يومه بشيء. الله الله على الكلام الكبير. يلا تحرك اتأخر عن شغلك. يلا خير خالي، انا حصلت اللي اريده. اختنا العزيزه لطيفه شايلة هموم الدنيا ليش؟ هذيل همك الهم يا زهرة. الله يسامحك يا أبوي. خير؟ إيش اللي صار؟ اللي صار أنا كتمته من سنين يا زهرة، 7 سنين مرت وأنا ساكتة وصابرة، قلت يمكن يتحسن الحال. أبوي الله يسامحه زوجني من محمد لأن أبوه كان غني، وتو محمد فلس وصار موظف عادي، والأولاد ما شاء الله عليهم كما تشوفي. ماشي شيء مكتمل يا زهرة، ماشي شيء. إنزين، ما دام هذا حالكم من سنين ليش ما توقفتوا عن الإنجاب؟ يقول الأولاد خيرهم فيهم وتو تركني معاهم، هذه آخرتها يا زهرة. هونيها وإن شاء الله تهون. يلا أنا بروح الدوام الحين. الله معاش يا زهرة. شوفوا عاد لعبوا ولا تدسوا ببعضوا، وأنا جاي للدوام بجيب لكم حلاوة. إنزين يلا باي باي حبيبي. باي باي. يلا قولي حلقة لبلا. باي باي. والله أنا خصيمي حد يوعدني وما يجي فعد أبدا. تواشي يا أبو الخير، أهي اللي ما تأخر، شوف دخل علي ربع ساعة. ايش هالكلام هذا؟ أنا ما عدتك له، ما عدتك، لكن أكيد استوى عنده شيء، أكيد. لا حول ولا قوة إلا بالله، دخلت عن شغلي. نعم، ايش هالبلية هذه؟ ها فريد؟ أهلا يا عم. على هيك رغبة؟ أسمع كلامكم وبنزل من مكانتي العلمية وبروح الجريدة. وتروح الجريدة كذاك؟ روح وفي كشتك وصل مثل الناس؟ الشكل ما مهم، المهم الباطن. الباطل؟ الباطن، الباطن، الجوهر، كمية المعلومات. بالإذن يا عم. روح إذنك وقولك وكشتك ونعفتك وخنافسك معاك. والله حالة نعم حالة حالة. توب الله عليكم، هذا الإنسان ما يشوف نفسه في القامة؟ ان شاء الله. ايش السالفه؟ قول السلام عليكم بالاول. وعليكم. لا تستغرب ابويا، اي سياره تعلم السياقه هذه؟ وحد قال لك اني اي سياره الخضرة؟ انا قررت اتعلم السياقه مثل ما قلت لك. وابوي انا؟ كيف انت يعني بعد؟ افعاليك احنا متوعدين وانت روح مشوار؟ سترى بروح مشوار. يلا تفضل كب. يلا. لاخ لاخ لاخ، على وين؟ انا؟ هي نعم انت. هذه سياره تعلم سياقه، هذه ما تكسي. أبو الخير يا رمضان يا أخويا يا صديقي وصاحبي، إحنا متعودين نروح كل مكان مع بعض الله يهديك. لا 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 لا، ما يصير كب مع النذير، ما يصير. أنا وبعدني كيف يعني؟ ليش بس؟ الله يهديك يا رمضان، أقول لك يا صاحبي وصديقي أبو الخير، أنا وافقت إني أعلمك السياقة أنت وبس. يعني كيف؟ يعني عادي، ده يعني تريد صاحبك وصديقك يكون معاك
تعلم السياق. نعم من اتعلم ومن تو اتعلم بعد. يا رمضان خذ نصيحتي احسن يركب معانا بدون تعلوم. كيف يعني كيف بخير كيف يعني انت 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 احسن مني يعني؟ خلاص خلاص هو يبي يتعلم. بيهلكك بيهلكك هذا ما يتعلم بسرعة. ما عليه ما عليه انا متعود متعود. متعود رمضان ولا متطمع بالفلوس؟ اقول ابو الخير هذا الانسان كم ياخذ حال تعليم يعني؟ والله يعني الشخص 300 ريال يعني لين ما يطلع الليسن. زين اقول يا اخ شعبان اخرت شهر هذا اسمه رمضان. اسف ابوي اسف اسف. اسمع يا اخ رمضان انا في الحقيقة تراني متعلم وعارف اسوقه وكان في انسان يعلمني لكن سمعت مني عادة ان ترى الحظ ما يحالفني. اي اقول يعني ممكن تعلمني بس خفض الابوة شوية. زين ما علي بس بالاول يعني اشوف سياقتك. من تو شوف شوف سياقتك ترى سوقنا. لا 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 الاول لازم نطلع لكم رخص تعليم السياقة. ايش هذه بعد رخص تعليم السياقة ايش هذه بعد؟ هذه الله يسلمك يا ابو الخير يسموها كتشة. كتشة كتشة. ايش هذا ايش هذا معناه؟ هذا معناته ممنوع الدخول. ممنوع الدخول؟ ايه ايه. انا اعلمكم بعدين لا تستعجلوا. هاي قفز يكون قفز. اوه مبروكين مبروكين. يلا يلا عزوز السيارة يلا يلا يلا. يلا زين اسمع يلا 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 يلا. مستعد وجاهز. اقول ما تبغى تجرب سواقتي علشان تحدد القيمه اللي بتطلبني فيها؟ ايش فيك مستعجل يا ثابت؟ انا اعرف انك تعرف السوق لكن خليني انا بالاول. لو انت مالك عشان احدد القيمه لا. زين زين انا موافق يا ثابت. تفضل تفضل تفضل. لوكا شد عصاتي. طبعا تعرفت على الاجزاء المهمه لتشغيل السياره. ابوي ما يحدث كما احنا عارفين كل شيء. زين وابو الخير. والله ايش اقول لك يا اخوي بس حسب سمعي مثل ما قلت ان ذا الجير وذاك البترول وذاك الكلج وذاك البريك. سكتوا بغي سوق سكتوا شوي خلينا نعرف سوق. والله انك مستفيد يا الملبب مستفيد. زين زين يلا 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 نشغل السيارة يلا نشغل السيارة يلا شغل روح يلا شغل شغل
مالك مالك ايش فيك علامك ها؟ ست شوية خليها تسوق. عارف ليش السيارة بندت؟ وابوي وانت ما عارف ده؟ انا عارف لكن المهم انت ما دام انك عارف ما يلي خص بي انا؟ كيف ما يلي خص؟ انت المدرب ولا هو المدرب؟ هو المدرب هو لكن بعدنا احنا ما اتفقنا لازم نشوف سواقتي علشان نتفق على القيمة. نحن شفنا سواق شفنا ثلاث بيعة يا جماعة يا جماعة تسواق فن وذوق واخلاق ما اكثركم بعد؟ نعم نعم هذه عندك حق هذه بس عندي حق وباقي الكلام؟ اتحرك يا ثابت جيبك متردد تحرك ما متردد انا كيف متردد انا ما متردد انا بسوق تو ما يعرف اي اشوفك كل مره سالفه تمسك يلا اسكت شوي اسكت خليني اسوق اسكت والله بسم الله هذه حالة والله عليكم هذه حالة مجدي مجدي سوق مجدي سكتوا خذوا سوق معكم الله يهديكم توتوا تبالك 19 سنة تتعلم هاي حالة 19 سنة سكت انت سكت اليوم كلمة ما بسوق سكت خلينا اسوق سكتوا 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 شوي 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 صلي على النبي مجدي 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 الاستاذ علم هل الاستاذ يقول لك ايش ايش يبغى قلنا لك سكت اقول لك ابغى اسوق تمام مالك الله يهديك انت يا ترى هل يا ترى بيستمر ابو الخير صلح أغلاط الله.